الأواني التقليدية، إناء مصنوع من معدن النحاس الخالص. كانت العائلة الجزائرية لا تستغني عنه في المطبخ التقليدي، وله ميزة خاصة، فهو إرث حضاري قديم تتوارثه الأمهات عن الجدات. حكاية المهرز نعرف كل باللي حكاية المهرز من العهد القديم، ونعرف ثانيك باللي كل عائلة عندها المهرز. المهرز كما نقولو سبيسياليتي، نقولو الدرسة لي زيبيس. القهوة زمان كانوا يطحنوا قهوة بالمهرز، كان كل صباح دراري كيروحوا يخرجوا كل دار تسمع فيه دقة المهرز، كانت ريحة القهوة شم بريحة المهرز، كي يدقوا بالمهرز شم هذيك الريحة. كيف كيف مع الفطور يديروا الدقة بالمهرز، يديروا الدرسة شتيتها المقال الحمراء ان جينيرال يديروها بالمهرز. فوالا، وكاين لي كالكو زيبيس كيما فلفل الكحل كمون كاع يدقوها ثانيك بالمهرز، تعطي بنة سبيسيال. المهرز تتعدد أنواع المهرز واستعمالته، وتختلف من منطقة لأخرى، منها ما هو نحاسي وهو الأكثر انتشارا بالعاصمة. ان جينيرال المهرز مخدوم بنحاس، يقعد دي جينيراسيون دي جينيراسيون دو مير اون في. نحاس هذا ما يرشاش كيما نقولوا، يبقى مدة أطول. كان المهرز يزون بالك 100 عام 200 عام، المهرز يبقى كما نقولوا طول الحياة. أما المهرز الخشبي فيستعمل في تحضير بعض الأكلات التقليدية كطبق صفيطي بمنطقة بوسعادة، وهرس الحميس بمنطقة القبائل الكبرى. من مميزات المطبخ الجزائري إلى وقت قريب جداً هو تحضير الدرسة باستخدام المهرس النحاسي، حيث تكون هي المرحلة الأولى في الإعداد. يتم طحن أو هرس الثوم مع الملح وإضافة فلفل دريس أو الفلفل الأحمر للحصول على الصلصة المسماة الدرسة. لا نبدأ باش نديرو الدرسة، نديرو الثوم، نديرو نقو الثوم، نديرو في المهرز، نزيدو له مغرفة تاع الملح وندقوه. كي ندقوه نكونو ديجا بريبارينا الفلفل الحار تاعنا، نكون شمخناه كون ميبس على فونس، شمخو شويه ما سخون، خلو يطلق ونديرو معاه، ندقو معاه في المهرز باش نديرو في التقليه تاعنا. استخدام المهرز في تحضير الدرسة يكفل الحصول على نكهة جزائرية خاصة في الأكل. بس كل درسة مع المهرز وشنو هو الفايدة تاع الثوم والحار، المهرز تكسره تعطي بنة سبيسيال، هي اللي تعطي له بنة. المهرز هذيك الدقة تاع الثوم والملح والدرسة والحار يعطي بنة سبيسيال.
بيشتي حتى حبنين. لم يكن المهراس الراعي الرسمي لأطباقنا فقط، بل هو ذاكرة تجسدت بدق المهاريس. بكري كانت العجوزة تمد المهراس لكنتها، باش كل مرة كتدق المهراس زوج تاعها يتفكر ماكلة تاع يماه، باسكو كانت كل مهراس عنده الدقة تاعو. ففي عهد البحرية الجزائرية العثمانية، وعند خروج الأسطول الجزائري، كانت النسوة يقمن بدق المهاريس من السطوح إعلاناً عن خروج أسطولهم، ونفس الأمر يتكرر عند عودة الأسطول. وإبان الثورة التحريرية كان يستعمل كآلة دفاعية هامة للمرأة، إذ كانت إحدى النساء تدقه حتى تلطخ باقي النسوة وجوههن وأجسادهن حتى لا يقترب منهن جنود الاستعمار. في وقت الثورة المهراس كانوا نساء، كي كانوا يجوا لارمي فرانسيس قبل ما يجوا للديار ولا كان يضربوا بالمهراس باش يخبروهم باللي هم جايين، كي يشوفوهم من بعد يضربوا المهراس. المراه كل دار يضربوا المهراس باش يعرفوا باللي هم جايين، يخبوا بيان سور مجاهدين يهربوا ولا يخبوهم والله. وفي المدن الكبرى كانت النسوه يضربن بالمهراس من على الاسطح عندما تداهم قوات الاحتلال الفرنسي منازلهم لتعتقل المناضلين، أو عند سماع خبر إعدام إحدى المجاهدين. المهرز موجود في بعض العائلات اللي شادين مازال على الدرسة، الدرسة أغلبية يحبوها بالمهرز، مهرز مليح في الدار باسكو الدرسة هذيك أصلها المهرز. والا ما نقدوش نقولوا الدرسة ودرتها في حاجة واحدة أخرى أباغ المهرز. كان ولا يزال المهرز سيد المطبخ الجزائري، فهو قطعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها رغم وجود العديد من الأدوات العصرية المنافسة له، إلا أنه ما زال محافظاً على وجوده ومكانته في المطبخ الجزائري، فهو جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وأصولنا الجزائرية.